السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستكمل اللوجي سيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الجزء الخاص بالأرثماتيك أوبريشن. لو جيت بصيت على البلوكس اللي عندي أو الأيكونز الخاصة بالكومبوننت بتاعة اللوجي سيم، هلاقي عندي كاتيجوري خاص بالأرثماتيك. لو ضغطت هنا هلاحظ هنا قايمة فيها مجموعة من الأيكونز اللي خاصة بالأرثماتيك أوبريشن. يبقى كل بلوك من دول هو خاص بالأرثماتيك أوبريشن معين. فعندي مثلا هنا الأدر، عندي السبتراكتور، عندي الملتبلاير وهكذا. النهاردة إن شاء الله كده هنعمل دايرة بسيطة عشان خاطر نعرف إزاي بنتعامل مع الأرثماتيك، وممكن نستخدم دايرة زي كده في حاجة زي تصميم الليمون. هختار أول حاجة عندي أدر، هختار سبتراكتور، هختار عندي ملتبلاير. لو وقفت على أي بلوك فيهم فهلاحظ هنا إن أنا ممكن أغير العدد بتاع الداتا بيتس. طبعا عندي هنا في الديفولت 8. لو ضغطت هنا هلاقي هنا قايمة فيها أرقام من 0 من 1 لغاية 32. فأنا هنا هخليها 8 زي ما هي، لأن هنا بجرب فقط. ممكن حسب البروجكت بتاعي أبدأ أغير الداتا بيتس. نفس الكلام بالظبط للسبتراكتور والمالتيبلاي. أول حاجة أعملها إن أنا هطبق إنبوتس على البلوكس كلها. ممكن أطبق إنبوت مشتركة بحيث إن أنا أوصل كل البلوكس اللي عندي بنفس الانبوت. هاجي مثلا على الوايرنج وابدا ان انا اوصل بن، اختار بن هنا. من الخصائص هبدا اغير الداتا بيتس، لان محتاج يكون عدد الداتا بيتس هي نفسها زي بالظبط البلوكس بتاع الارثمتيك، عشان يبقى في عندي كومباتيبلتي ما بين الانبوت والارثمتيك بلوك. هخليها 8. ممكن اغير الليبل او اعمل ليبل هنا اخليها مثلا ايه، وغير الفونت اخليه 20، وابدأ اوصل الـ AB او الـ Input. ممكن برضو بنفس الطريقة اعمل الـ Input التاني واسميه B. هبدأ اوصل الـ Input. طيب يبقى انا كده وصلت الـ 2 Inputs بتوع الـ Other بالـ A والـ B. هبدأ أوصل نفس الانبوتس على باقي البلوكس. هاجي على الجزء بتاع السبتراكتور، أول بن عندي هنا أوصله بالـ A، وتاني بن عندي هنا بالـ B. نفس الكلام بالظبط في الملتبلاير، يبقى عندي أول بن بالـ A وتاني بن عندي أو تاني انبوت بالـ B. دلوقتي محتاج إن أنا أتست البلوكس بتاعتي، فمحتاج إن أنا أحط أوتبوت. ممكن برضو أستخدم بن في الأوتبوت، ولكن أخليه يبقى أوتبوت مكان انبوت. هعمل الكلام ده إزاي؟ احط عندي هنا بن، واجي على الخصائص بتاعه البن، هلاقي حاجه مكتوب عليها اوتبوت وعندي وجنبها علامه استفهام مكتوب نو. اغير النو دي اخليها يس، وبالتالي خليت عندي البن ديت هي عباره عن اوتبوت. هنلاحظ هنا الاتجاه بتاع التيرمينال ناحيه مين، ناحيه اليمين، طبعا بعيد على اتجاه الاوتبوت بتاع الارثمتيك بلوك. هاجي على الجزء بتاع الفيسنج واختار مثلا الويست. هلاحظ ان هو ايه، ان انا عندي هنا البن بقى اتجاه التيرمينال ناحيه الاوتبوت بتاع الارثمتيك بلوك. طيب بالشكل ده ما ينفعش اوصل، لان عندي الارثمتيك بلوك 8 بت والبن 1 بت، فمحتاج اغير البن عندي زي الانبوت اخليها 8. هاجي هنا على الداتا بيتس اخليها 8. ممكن طبعا هنا احط ليبل، اقول مثلا اد، بعد كده عندي هنا اختار او اغير الفونت. ابدا اوصل بنفس الطريقه بالظبط، ابدا ان انا اعمل ايه، اعمل بنز لباقي البلوكس. تمام، دلوقتي محتاج بقى ان انا اجرب الدايرة بتاعتي. هبدأ ان انا اضغط على الرمز بتاع الايكون. قبل ما اضغط على الرمز بتاع الايكون واشغل الدايرة، محتاج ان انا اضيف حاجة عندي هنا. لو وقفت على اي بن فيهم من الخصائص هلاقي اخر حاجة عندي الراديكس، هي هنا عندي في الديفولت باينري. لو ضغطت هنا ممكن اخلي الباينري يبقى اوكتال او ساين ديسمال او هكذا. طبعا هنا هستخدم الباينري، ممكن لو انا محتاج ان انا اغير الراديكس بسهولة جدا اغير الراديكس ل الداتا الملائمة للبروجكت بتاعي. هبدأ ان انا اشغل كده واجرب الدايرة بتاعتي.
هاجي على الانبوتس، عندي طبعا هنا الاي بزيرو والبي بزيرو، فانا عندي كل الاوتبوت عندي بزيرو. اخلي مثلا الاي عندي هنا بواحد، الاحظ ايه الاد بقت بواحد، الصب بقت بواحد، مالتيبليكيشن بزيرو. لو خليت عندي البي بواحد فهلاحظ ايه، حصل تغير، عندي الجمع بقى اتنين والصب بقى بزيرو، ان هنا طرحت واحد ناقص واحد، وعندي المالتيبليكيشن بواحد ان ضربت هنا واحد في واحد. لو جيت هنا غيرت الاي مثلا خليتها تلاتة، فهنا هجمع التلاتة على الواحد يديني أربعة في الاد، وعندي هنا في الصب بيساوي اتنين، تلاتة ناقص واحد، وعندي في المالتيبليكيشن بتساوي تلاتة. طبعا هنا خليت الداتا بيتس بتاعت الاوت بالتمانية، ولكن انا محتاج ان انا اغيرها لو انا بتكلم على بروجكت حقيقي عشان خاطر اعمل حساب الجزء بتاع الكاري والبول. بنفس الطريقة ممكن ان انا اجرب باقي الارثمتيك بلوكس وابدا ان انا اتست عن طريق ان انا احط اوتبوت. طبعا ممكن هنا اغير الاوتبوت اخليه مثلا ليد مكان البنت.